أهلا وسهلا بكل متابعي لحبيب الجامعة التجديد الرقمي في التربية. إذا هذا هو البرنامج اللي قلنا باش نخدموا عليه كيف نحرك الصور. إذا مجموعة من الأيقونات نشوفوهم، هذه مجموعة من الحركات أيضا باش نختاروا منهم الحركة اللي نحبوها باش نخدموا عليها الصورة. مثلا نختار الصورة هذه، نعملها سحب إلى سطح العمل، إذن هذه صورة بحركاتها وكلماتها باش نخدم عليها الصورة متاعنا اليوم. إذن نمشي للأيقونة الأولى باش نجيبو تصويرة امبورتي ايماج، ولا نجم نصور تصويرة بالكاميرا. إذن امبورتي ايماج، نمشي للبيرو، نختار الصورة اللي باش نخدم عليها، ماذا بينا تكون بي ان جي ويكون الفم متاعها مسكر خطرة باش تتكلم. نعمل اوفرير ثم نضغط على نيكست. لان عنا اربع نقاط، 1 2 3 4 باش نرتبوهم حسب الصورة اللي في جنب هذيك، الصورة اللي بالاكحل بالابيض باش نرتبو 1 2 في العينين و3 و4 في الفم. نضغط على نيكست، نكبر الصورة بعلامة زائد هذيك، هذيك الدائرة متاع الوجه نبدأ النقاط متاعها هذيك نسويها مع الدائرة متاع الوجه الداخلي. كما قاعد نعملها توا نضغط على الخط مرتين يولي لي احمر باش نجم نقلو باش نحط فيها على جهة الحاجب. نبدأ نكبر النقاط، نحلها على مستوى العينين، يعني هنا تحديد العنصر، تحديد العنصر، العنصر هو اللي كان نحن فيه العينين. نجم هنا نزيدو نقاط باش تكون العملية أكثر دقة. أنا بالطبيعة قاعد نسجل في الفيديو، ما فهمش دقة برشا، تلاحظوها من توما تخدموا في عقلكم تبدو عاملين كيف. إذا النقاط هذيك كلها دققوها على مستوى كل عنصر، حركوهم بدقة، حتى بعد مش تقع كعملية قص باش تبدا يعني العين ولا الأنف ولا الفم يبدو مقصوصين بالبيت. كيف نجم نضغط على الخط، نحول النقاط الكل، وقت يولي أحمر نبعد لبرا، نعمل كليك يولي أزرق، ونجم نتحكم في النقاط ونعملهم كيما نحب أنا. الآن في الآن نضغط على خط أحمر، نقلب شوية لفوق، نبعد شوية ونكليكي باش يولي أزرق. كيف الفم، ماذا بين الخط الوسطاني هذاك يكون في مستوى الوسط متاع الفم. ونحدد مستوى الفم،
كل حاجة نشوفها كماشي مرتوبة نعملها رتبة. توا النقاط نتاع الراس الخارجي، إذا كان شعره طويل ولا لابس شاشية ولا لابس محرمة يلزم الخطوط هذيك النقاط هذيك تكون البرة من الشيء هذاك، بعيدة عن الشعر، بعيدة عن الشاشية، بعيدة عن المحرمة، بعيدة عن أي حاجة، لأن هذيك كلها مش تقع فيها المنطقة، مش تقع فيها حركة. كان خلو شوية من الشعر ولا شوية من الشاشية ولا شوية من المحرمة مش تقعد استابل في بقعة وحدها، ما تتحركش مع التصوير، يعني الدائرة الخارجية لازم بعدوها شوية على الرأس، باش كي تقرا عملية الحركة تجي حركة مرتوبة. الوقت نعمل كل نضغط نيكست، عنا هذه تو اتجاه الوجه كي يبدو في الوسط، معنى الاتجاه في الوسط كي يبدأ على اليسار نجم نجحزوا على اليسار ولا نجحزوا على اليمين، باش نتبع حركة الوجه متاع الصورة اللي عندي. الخط الأفقي هذاك تابع العينين، العينين تخزر فوق تخزر لوطة تخزر لمستوى معين، ونجرب توا الفم هذاك لانه مستوى الفم ما فيش اسنان، باش نمشو نركبوا له اسنان. اذا نمشي الايقونه نتاع الفم هذيك نضغط عليها نضغط اوكي، ونختار طاقم الاسنان اللي يواتي التصوير نتاعي. لان عندنا برشا موتيفات نختار واحد نكليكو عليه مرتين شوفوه في الفم متاع التصوير. عنا ديك النافذة اللي على الجنب اللي حركتها هذيك نجم نحرك الطاقم افقيا اليسار ولا اليمين، باش نحطه على مستوى الانف كل شيء. هذيك نجم نحرك الطاقم عموديا باش يبدا متناسق مع الفتحة متاع الفم، واللي بحذاها كوين السهم الدائري هذاك نجم نعمل روتاسيون نتاع الاسنان. هذايا الاضاءة والشفافية نجم نركعها ايضا من فم. من بعد نعمل خروج من فم من النافذة هذيك ونجرب. اذا شفتوا ظهور الاسنان في فم الصورة المتكلمة. توا من هنا نجم نسجل صوت باش يتماشى مع الصورة، وإلا نستدعي صوت من البيسي متاعي. هذيك نجمو نحو بها، إذا كان ثم زايد احنا قلنا ماذا بينا نخدمو بي ان جي تبدا الصورة جاهزة، وهذيك نستدعو بها خلفية باش تظهر وراء التصويرة. من فم نعمل امبورت ايماج، نختار ايماج من البيرو متاعي، اي ايماج نحبها خلفية، على سبيل المثال ناخذ هذيكا. اذا ولت عنا خلفية خلف الصورة، بعد نمشي الفايل باش نعملو الاكسبورت او تصدير ديال العمل نتاعنا، نختارو ام دبليو ام في ولا نختارو افي لانه ما يدعمش الام بي 4، نختارو احسن حاجه افي. افي هو اتش دي 1280 على 720، نختارو هذيك ونخلوها في ال كل شيء ونعمل اكسبورت.
شو يقول لي وين مش تصدى العمل بتاعك، وقول له مثلا على البيرو ونعطيه تسمية مثلا مش نكتب أنا الدرس الدرس الأول ونعمل أوريجستري ننزله لأوكي. إذا نبدأ العمل متاعي يتسجل، أنا باش نقص شوية خاطر باش ما يطولش الفيديو ونرجع لكم بعد ما يوفى التصدير. أنت والحجم الصورة، أنت وحجم العمل اللي عملته. ننزل ياس باش نشوف العمل متاعي. إذن هذا هو الفيديو اللي صدر لي، وهذه هي الصورة كيف أصبحت متحركة وتتكلم. ثم شكون من الزملاء سألوني قالوا لي نجموش نخدموا على صورة كاملة. فعلا نجموا نخدموا على صورة كاملة، والتحريك باش يكون على مستوى الرأس، لكن يمكن ثبتوا في التصوير لأنه كانت الصورة كلها تتحرك وكأنه الشخص هذاك شخصية هذيك تتكلم وتتحرك. إذن هذا هو العمل اللي وعدتكم به. ما تنساوش يرحم محمد وام الزين وخيتك، ربي يبارك فيكم الناس الكل. نلتقي في عمل اخر ان شاء الله بحول الله عن قريب، وهو تحريك كامل الجسم وصنع افلام كرتونية.